ميمون مصيبة يا ميمون، أعطيني ماء بسرعة بسرعة. اشرب يا سيدي اشرب. نادي سيدتك في الحال، في الحال بسرعة يا. في الحال يا سيدي. أية مصيبة هذه؟ أية مصيبة هذه؟ وماذا يعني هذا؟ هل تقصد أن ولدنا كان يريد خداع الملك؟ لا أظن أن رجلاً برجاحة عقل نامق يمكن أن يفكر بهذه الطريقة. فماذا إذن؟ في الأمر سر كبير وربما خديعة. ومن ذا الذي رتب لولدنا هكذا خديعة؟ خديعة قد تودي بحياته وبحياتنا جميعاً. لست متأكدا بعد، ولا أريد أن تأخذني الظنون، ولكن ما يحدث حولي يثير الريبة. جفاء الجنابي وإيثاره سيف العز أقلقني، ولكنني لم أكن أتخيل أن تصل الأمور إلى حد التآمر علي وعلى ولدي. سيف العز صاحب الخبر الذي جئت به من الشارع وصنعت منه رجل دولة؟ هو بعينه. ولكن هل يعقل أن ينسى جميلك ويكون وراء أمر كبير كهذا؟ والسلطان يا امرأة، فإذا ما أصاب هواه عقل المرء توقف القلب عن الإحساس، فلا يردعه ضمير ولا أخلاق. وماذا سنفعل الآن؟ هل ستترك ولدنا لسيف الجنابي؟ لست أدري ما يجب علي أن أفعل. لست أدري. كنت أتوقع أن تطلب إلي الرأفة بمن حاول خداعي. لن تسول له نفسه أن يخدع مولاه، لقد كان موضع ثقتك. ما أسهل أن يتغير الناس. فإن كان متهورا تقوده أطماعه، فإن وجود والده في بلاط مولاي لابد أن يقبح تاوره أو يشد عوده. ظن أن براء بمن يملكه من دالة على عمالي سيمكنه من خداعي. لا شيء مستبعد، لا شيء مستبعد يا مولاي، لكنني سأتجرأ فأذكر مولاي أن نامقة غارق في أحزانه لفقدان زوجته. ربما استغل البعض مصاب عامل مولاي فاستبدلوا الذهب بنحاس. حتى لو صح هذا فلن يغير في الأمر شيئا. القطع النقدية الموجودة في الصناديق لا قيمة لها، وعاملي هذا لا يستحق المكانة التي وهبته إياها. أنت على حق يا مولاي. كف إذا عن مسعك هذا وساعد مولاك في الترويح عن نفسه. في الحال يا مولاي. Yeah.
نم أريح جسدك قليلا، فابننا نامق يحتاجك قويا كي تكون إلى جانبه. وكيف أنام وولدي سجين؟ ما أصعب أن يكون المرء مظلوما. عذاب السجن يهون أمام عذاب كهذا. وكأن لعنة قد أصابت، يفقد زوجته وولده أولا ثم يفقد مكانته. كل ذلك الفقدان يهون أمام فقدان الشرف. ولدي بريء. لا تقل لي مثل هذا، فأنا أمه وأدرى الناس به. إلى أين؟ لدي أمر أقضيه الليلة. سيكون لك ما أردت، ولكن عليك أن تعلم أن لا دين لك علي بعد. أنقذ ابني من هذه الورطة. لا أعلم ما هو التدبير، لكني أعتقد أنك أنت من أدخله فيها، وأنك وحدك قادر على إخراجه منها. سيكون لك ذلك. عندها سنكون متكافئين. واحدة واحدة. سيدي، عود إلى مخدعك. ما زلت مستيقظة؟ كيف أنام وأنا لا أعرف ما حل بزوجي وولدي؟ لا تستعجل المصائب يا امرأة، ولدك بخير، غمامة وستمضي سريعا. تصبرني أم تقول الحقيقة؟ فلننتظر حتى يطلع النهار. يا لها من ليلة عجيبة. مرت علينا ليال عجاب كثر، وكانت الشمس دائما تشرق من جديد. فلا تخشي شيئا، سأدافع عن ولدي وسينجو كما نجا تلك الليلة. أتذكرين؟ وكيف لي أن أنسى؟ كنا معدمين لا نملك شيئا، مشردين في العراء. كانت ليلة غريبة ولم نكن نأمل فيها أن يحيى. ولكنه شب ونجا، صار من فرسان الملك ومقدميه، نال ثقة الجميع وبر برفاقه.
قربه الجنابي منه كأنه ولده، عينه حاكما على أوركيديا. هذا الولد أبلى بلاء حسنا يا امرأة، كيف تكون نهايته هكذا؟